أصدقائي وحبايبي يا أحلى عالم، ولا صنف بشري بمجرة التبانة وما حولها. اليوم جايب لكم شيء من الديب ويب، ولما أقول ديب ويب يعني رعب، واللي ما شاف حلقة الديب ويب يفوت على هذا الفيديو ويتفرج عليها علشان يفهم إحنا عن إيش عم نحكي، ماشي؟ الفيديو هذا مش للصغار، اسمعوا مني، الفيديو هذا فيه رعب. الموضوع كله عبارة عن لعبة موجودة بالديب ويب، واللعبة هاي غريبة مرة جدا، وكل اللي لعبوها ومصورين حالهم كلهم أجسامهم تعبت وهم عم بيلعبوا هاي اللعبة. اللعبة تافهة وما فيها أي جرافيكس ولا فيها أي فن ولا فيها أي شيء أبدا، بس مرعبة مرة جدا. وأكيد طبعا ما بنصح أي أحد إنه يروح يدور عليها، لانه اللي حيدور مظبوط راح يلاقيها، بس انا ما الي اي علاقه بالموضوع، انا مجرد اني اوصل الرساله مش اكثر. ماشي ماشي، راح اوريكم مقطع من هاي اللعبه، وطبعا هي موجوده على اليوتيوب وفي اكثر من واحد على اليوتيوب لاعبينها وحاطينها كامله، بس انا ما بنصح انه تشوفوها كامله ابدا مره جدا، لانها عن جد مزعجه. ونبدا موضوعنا. اللعبه اسمها ساد سيتن، يعني الشيطان الحزين او ابليس الحزين. سيتن تترجم احيانا شيطان واحيانا ابليس، ترجموها شو ما بدكم، مش هذا موضوعنا. موضوعنا انه اللعبه غريبه مره جدا جدا مره جدا قوي جدا جدا، يعني جدا للاخر، يعني جدا جدا اجد حاجه، وهي عباره عن ولا شيء، ما لها قصه، ما لها بدايه، وعلى الاغلب ما لها نهايه، لان انا صراحه ما كملتها للاخير لانها مزعجه صراحه. وهي عبارة عن واحد في متاهة، اللي هو اللي بيلعب وبيشوف الصورة هيك قدامه على اساس انه هو اللي ماشي بالمتاهة، بجرافيكس يعني سيئة والصورة سيئة وكل شيء سيء فيها، اللهم انه ماشي بهالمتاهة، وطول ما هو ماشي بسمع اصوات مش مفهومة، اصوات صراخ، احيانا جمل بلغة غريبة، احيانا بسمع صوت احد عم بيمشي حواليه بالمتاهة، وهيك بضل ماشي بهالمتاهة، وطول ما هو ماشي بطلع له صور كمان مزعجة مرة جدا. مزعجة كيف يعني؟ يعني ناس رؤوسها مقطعة، ناس مسلوخ جلدها، مدعوسين، كلها صور حقيقية، أو هيك بيقولوا، أو هيك مبينة إنها حقيقية. الخلاصة إنها مزعجة كتير ومقرفة أكتر. خلاصة الموضوع شوفوا المقطع الصغير هذا، بس قبل ما تشوفوه إذا كنتوا أقل من 18 سنة مشوا الفيديو شوي لقدام. أنا راح أحط 5 ثواني أو 10 ثواني بالكتير عشان ما بدي ناس كتير تتضايق، واللي لسه قاعدين معاي أو قلوبكم ويلا بينا. هذا بس مقطع صغير من اللعبة، والطفل الصغيرة هاي اللي شفتوها باللعبة هي الشيء الوحيد اللي موجود باللعبة غير الزلمة اللي قاعد عم بتحرك، يعني اللي عم بيلعب. مين هي ولا ايش وضعها ولا ايش قصتها ما إلها تفسير ابدا. زائد الصور اللي بتيجي بالتدريج هاي، احيانا اللعبة وانتم ماشيين بتصير ابيض واسود فجأة، واحيانا بتيجي الالوان بالعكس، واحيانا بيصير يطلع صور بلمح البصر هيك بس وميض، بس كمان صور مزعجة مش مفهومة، كلها رعب برعب. يعني بتحسوا انه في ناس فاهمة الموضوع، عم توصل لهم رسالة من ورا هاي الصور، وفاهمين ايش هذا الشيء اللي عم بيشوفوه. حتى ترتيب الصور انا اتوقع كمان انه متعمد. الشيء الاكيد من الموضوع انه ما في احد لعب هاي اللعبه الا وتعب جسديا، تعب، والكلام هذا طبعا بشهادتهم وفيديوهات كتير على اليوتيوب ناس بيلعبوا هاي اللعبه، وشوفوا كيف حالتهم بتصير وهم قاعدين عم بيلعبوها. في فرق بين التمثيل وبين الحقيقه، اتفرجوا واحكموا بنفسكم، انا مالي علاقه بالموضوع، انتوا شوفوا واحكموا بنفسكم. المشكله اللي اكبر من هاي، مش بس اللي بيلعبوا اللعبه بيصير فيهم هيك، اللي بيشوفوا اللعبه اللي هو انا، واللي بيحكي عن اللعبه برضه اللي هو انا، واللي بسمع للي بيحكي عن هاللعبه اللي هو انتو، مش حيصير لنا اي شيء ابدا بتاتا البتة. فعشان هيك يا اصدقائي يا حبايبي بتسووا لايك وشير، لو عجبكم موضوع الديب ويب والمصايب الموجوده فيه سيبوا كومنت، انا بنكش بتاكد من الاشياء اللي حشوفها، بأتنقالكم بأنتقلقيلكم بأنتقيلكم 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 بأنتقيلكم، الخلاصه برستقها وبظبطها وبجي بحكي لكم. ماشي، سلام.
خلاص بعرفش احلى الا وانا بغني. حكينا طيب خلينا انا اصبر. كل مره انتوا الاثنين بتسووها، المره انا بدي اسويها.